محلول الملح للغرغرة. كل الدكاترة وكل الأبحاث قالوا إن الفيروس ده أو عموما أي فيروس بيصيب الجهاز التنفسي بيقعد كام يوم الأول في الحنجرة. فأول حاجة بحس بيها بحس إن زوري مقفول زي ما يكون اللوز داخل عليا أو كده. فالدكاترة قالوا إن أنتوا لو اتغرغرتوا بمحلول ملح نسبه مظبوطة الفيروس بيموت ما بينزلش على الرئة. محلول الملح اللي مقاديره مظبوطة كوباية المية عليها معلقة كبيرة ملح وتغرغروا بيه ما بيتبلعش، غرغرة بس والتفي تاني. زي ايه بقى؟ تعالوا كده اهو، ادي كوباية مية نحطها هنا على طول كده ماشي، ومعلقة ملح، معلقة كبيرة ملح. مهم جدا لو حسيتي حد من ولادك زوره وجعه، انتي زورك وجعك، جوزك زوره وجعه، اي حد يبتدي يحس ان في الم في زوره او زوره شويه هيبتدي يتسد، يتغرغر على طول بالميه المملح دي، مهمه جدا جدا بالشكل ده. زي بالظبط لما نكون لسه خالعين ضرسنا دكتور الاسنان بيقول لنا ايه، اتغرغروا بميه بملح اول ما تروحوا البيت، تمنع الفيروسات وتمنع الميكروبات. ومن اهم الحاجات اللي تقتل الفيروس في مكانه بس وهو لسه انت حاسه بيه لسه في زورك، ده محلول الملح للغرغره. زي ما انتم شايفين كل حاجه يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، ربنا يحفظنا جميعا يا رب.